حكم التوسل لله عز وجل بالأعمال الصالحة، لا مانع من ذلك شيء حسن. دل عليه حديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، فقالوا اذكروا أعمالا صالحة عملتموها لله سبحانه وتعالى، فواحد توسل بأنه بار بوالديه، والثاني توسل بأنه كان ورعا عن المال الحرام، والثالث توسل بأنه كان ورعا عن الفرج الحرام فكشف عنهم.